الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. نظرا لما يرتكبه الأسد ونظامه الفاشي وجيشه التتري من مجازر بحق الشعب السوري الأعزل، وما نراه من تخاذل كوني وانقطاع أسباب النصرة إلا من الله القوي القهار، أنا النقيب عبد الله عبد الكريم إبراهيم أعلن عن تشكيل كتيبة أبي دجانة في منطقة ريف إدلب لحماية المدنيين العزل حتى تحرير سوريا من الطاغية ونظامه، والله من وراء القصد. عاشت سوريا حرة أبية، والرحمة لشهداء الأبرار. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.